مرحبا، حب أقدم لكم اليوم السمارت ويندو روبوت كلينر. البرودكت الجديد كتير حلو. كتير أوقات بكون عنا وجهات عالية أو وجهات صعبة نوصلها، ونضطر نستعين بشركة تنظيف ليجوا يعملونا هي بكلفة عالية. هالبرودكت الجديد كتير مميز بلاقينا حل لهالمشكلة. مثل ما شايفين هالبرودكت مجهز باثنين وايبس دائرية قابلين لحتى يتغيروا وينغسلوا. بيجي معهم 12 قطعة، كتير سهل تركيبها وغسلها. خلينا نشوف كيف بيشتغل البرودكت. أول شي بنحط شوية مي بس، ومنشغلها. مجرد ما نشغل القطعة حتلقط على الإزاز بفضل نظام الفاكيوم. خلينا نشوف كيف. مثل ما شايفين هالبرودكت لقط على الإزاز، وما في لزوم نهديه لأنه بيجي معه السيفتي كي. أوكي، هلا أنا ما استعملتها لأنه ما كتير في مسافة، بس بحال في مسافة هالسيفتي كي بتعلق فيها من تحت. هالجهاز كمان مجهز بيجي معه ريموت كنترول، في ثلاث حركات. فينا نبلش مثل ما حنشوف هلا، نكبس هالكبسة. اوكي، هالروبوت اخذ الاوردر، حيبلش يشتغل من فوق لتحت. مثل ما انا شايفين بلش من فوق، حيبلش هلا ينزل نزول. اوكي، وهون بس يضرب بالسنسر بيرجع بينزل نزول. وكمان في اوبشن تاني نشتغل فيه من الشمال لليمين او من اليمين للشمال مثل ما انا عملت هلا. ونحن عم نشتغل كمان فينا نحط ستوب بيوقف الجهاز، نرجع ناخده بالاتجاه اللي بدنا اياه. مثل هون انا اخذته بالاتجاه المعاكس لحتى اذا في اي منطقة ما نطفت منيح فينا نرجع نعيد البروسس من اول وجديد. بتمنى يعجبكم هالبرودكت، واكيد ان شاء الله بنكون معكم فيديوهات تانية لحتى نشرح لكم عن برودكتس جديدة ومميزة مثل ما عودناكم دائما. Thank you.